السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيمينج، واليوم جبت لكم أهم الألعاب اللي راح تنزل في أيام الجاية. فخلونا نبدأ أخبار بلا حدود ومشاهدة ممتعة للجميع. تم الكشف المتطلبات التشغيل للعبة سايبر بانك 2077 للنسخة الحاسب الشخصي. متطلبات تشغيل الدنيا للعبة سايبر بانك 2077 راح يحتاج لك معالج i5 من جيل الثالث، وذاكرة عشوائية 8 جي بي، وكرت الشاشة GTX 780 أو أحسن منه. يفضل أنك تثبت اللعبة على SSD على أساس يحسن من سرعة تشغيل اللعبة. أما المتطلبات التشغيل الموصى بها راح يحتاج لك معالج i7 من جيل الرابع، وذاكرة عشوائية 12 جي بي، وكرت الشاشة GTX 1060 أو أفضل منه. اللعبة راح تتوفر في تاريخ 19 نوفمبر على الحاسب الشخصي ومنصة البلاي ستيشن وإكس بوكس. أحد الألعاب المنتظرة بشدة لعبة ديمون سوز. وصلنا أخبار يا جماعة الخير أن اللعبة راح تدعم 6 لاعبين لكل سيرفر. اللي ما يعرف أن هذه اللعبة يا جماعة الخير، هذه اللعبة بأصل نزلت على بلاي ستيشن 3، أما الحين راح تنزل على بلاي ستيشن 5 بنسخة ديمون سوز ريميك. إذا كان معنا خلفية عن لعبة ديمون سوز، هذه اللعبة شبيهة جدا للعبة دارك سوز وبلاد بون. اللعبة راح تتوفر في موعد صدور جهاز بلاي ستيشن 5. أكد فريق التطوير فراكشنال جيمز أن لعبة أمنيشا ريبيرث راح تصدر في تاريخ 20 أكتوبر على حاسب الشخصي وعلى جهاز بلاي ستيشن 4. هذه اللعبة راح تتحكم شخصية وبتلاقي نفسك متواجد في وسط الصحراء، وهنا تبدأ مغامرتك في اللعبة، وراح تصادف مخاطر كثيرة والغاز يجب عليك أن تحلها. تم تحديد موعد صدور لعبة توين ميرو في تاريخ 1 ديسمبر على أجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1 وعلى الحاسب الشخصي. هذه اللعبة من تطوير فريق شيبويا ودونت نوت انترتينمنت برودكشن. تدور أحداث اللعبة عن المحقق سام هيجز، وهذا المحقق يا جماعة الخير راح يرجع إلى موطنه على أساس يحضر مراسم الدفن واحد من أقاربه. بعد ذلك اكتشف أنه يوجد كثير من الأسرار والخفايا يجب عليه حلها. تم الإعلان عن لعبة أكشن جديدة بلايند فيت إيدو نو يامي. في اللعبة راح تتحكم بالساموراي الآلي، وهذا الساموراي يا جماعة الخير هدفه أن يحمي المدنيين من الوحوش والآليين، وهذا الساموراي الآلي تحت سيطرة العدالة الشوغن. فريق التطوير ما حددوا تاريخ نزول هذه اللعبة، فقط حددوا أنها راح تنزل قريبا. اكتبوا لي في التعليقات إذا كنتوا حابين نلعب هذه اللعبة في القناة. تم تأجيل لعبة كينا بريدج أوف سبيريتس للربع الأول لعام 2021. إذا ما عندك خلفية عن هذه اللعبة، هذه اللعبة يا جماعة الخير يتمحور حول فتاة، وهذه الفتاة راح تتجه إلى قرية مهجورة. لما تصل كينا للقرية المهجورة راح تكتشف بوجود أرواح في هذه القرية، وهذه الأرواح راح يساعدها في اكتشاف هذه المنطقة. اكتبوا لي في التعليقات إيش رأيكم في هذه اللعبة، هل تتوقعون نجاح هذه اللعبة أو لا؟ طيب يا جماعة الخير، وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير، واكتبوا لنا في التعليقات ايش رايكم بالالعاب اللي تكلمنا عنها في هذا الفيديو. كان معكم عادل من قناة انفينيت جيمينج، متقان الفيديو القادم. سلام.